خليني هنا أرحب على التليفون بضيفنا العزيز سيادة النائب أيمن محاسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني. أهلا 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 يا سيادة النائب. اهلا وسهلا بسيادتك صديقنا العزيز والنائب المحترم. حبيبي ربنا يخليك يا رب. اهلا بسيادتك وضيوفك الكرام او مستمعينك ومشاهدينك الكرام. الله يخليك يا سياده النائب. يمكن تعقيبا او تعليقا على البيان اللي صدر من مجلس امناء الحوار الوطني وكلام صديقنا وزميلنا الاستاذ جمال الكشكي، ثم انا يمكن علقت بانه تم اعاده بناء الجسور ما بين الموالاة والمعارضة بشكل شديد المتانة من خلال جلسات هذا الحوار، وكانت النتيجة خروج البيان الأخير بهذا الشكل. تشوفوا إزاي الموضوع ده؟ طبعا سيادتك عندك حق، هو أفضل ما حدث في السنوات الأخيرة في جمهورية مصر العربية في عمرها السياسي كله هو الحوار الوطني. الحقيقة وبكل شفافية، ما كناش نتخيل إحنا كمعارضة أو أي حد يعني كان يتخيل أنه ممكن نقعد على طاولة واحدة ونتحدث بهذه الطريقة وهذه الأريحية في يوم من الأيام. الشفافية المطلقة وعدم وجود أي خطوط بأي شكل، وكل واحد بيدلي بدلو، والهدف المشترك الواحد هو مكان مصر، ما فيش حاجة تانية، وبالتالي كان هناك مساحات وجدت بالفعل واتضح لنا كلنا بشكل مباشر أن في مساحات مشتركة كان لازم نتعب شوية وندور عليها مع بعض. جه الحوار زي ما سيادتك قلت، ها بنى هذه الكسور وقواها، وهتبقى انطلاقه عاده وابدا ان تبقى في تواصل وتوافق على العديد من القضايا اللي كنا بنتصور اننا عكس بعض فيها تماما. ما حدش طلع عكس حد خالص، احنا طلعنا مش متوافقين في حاجات وهناك توافق في حاجات كتيره كمان مشتركه بيننا. ده اللي حصل من الحوار الوطني، وهذا الحراك السياسي اللي لاول مره جمهوريه مصر العربيه نلاقي كده ونجد اداه شعبيه ديمقراطيه حقيقيه، الشعب فيها صوته مسموع، الشعب فيها بيتكلم بحرية، أيا كانت بقى الشعب ده مؤهل أو غير مؤهل، عنده رجل يمتهن السياسة، رجل يمتهن الاقتصاد، غيره يمتهن بيشتغل في مجال السياحة، غيره بيشتغل في مجال الخدمات، واحد شباب في مرأة ممثلة، في ناس كبار وفي خبراء، في رجال أعمال، أطياف المجتمع كافة. لأول مرة في تاريخ مصر أعتقد أن صوته ما يوصل رئيس الجمهورية بشكل مباشر. والافضل من ده الحقيقه يعني والمصداقيه اللي ادها لنا السيد الرئيس بان واحنا بنتحرك كان حركه الحكومه اسرع معانا وبتطلع قرارات من قلب الحوار الوطني تعدل الحاله الاقتصاديه الى حد كبير، وان شاء الله تعدل اكتر من كده كمان لما تستكمل رؤيه الحوار كامله في المحور الاقتصادي بالتحديد اقصد يعني. وسياده الرئيس من اول يوم، من اول اجتماع مجلس امناء وهو سيادته، فورا لبى الحقيقه يعني مشكورا طلبات الإشراف القضائي وإمداد الإشراف القضائي على الاستحقاقات الدستورية، وهذه الضمانة والألية المحترمة يعني بتقول إن إحنا دولة ديمقراطية مدنية حقيقية. نبحث جميعا ومعنا رأس السلطة على الاستقرار والأمن، ونبحث جميعا عن السياسة، نبحث جميعا عن الحريات في داخل الحوار الوطني. تم الإفراج عن عدد مهول والحمد لله، ونطلب وهنفضل دايما نطلب المزيد، إنما إحنا قررنا نخلص إحياء المحبوسين احتياطيا. فكرة الرأي الحر بقت مدعومه، السيد الرئيس النهارده بيطلع قرار بيساعد فيه اخواتنا الصحفيين على المعيشه عشان يبقى كلام يعني قلم بتاعهم يبقى حر فعلا، مش مجرد ايه انت عايش ومعناه وبتعبر، لا انت عايش كويس وبتعبر، فانت ما عندكش ضغوط المجتمع. فده يدل على ان القياده السياسيه بتطلب الرأي الحر، بتطلب الرأي الصريح، دي حقيقه. فكره الاستحقاق الدستوري اللي احنا داخلين عليه الانتخابات الرئاسيه، وانا أيوة. هو برنامج حضرتك اللي انا بشوفه من افضل البرامج، وانا انتمي للتلفزيون المصري حبا اللي اتربيت على ثقافته يعني بقول لشعب مصر كله احنا عندنا فرصه عمرنا ان احنا ننزل نعبر عن ديمقراطيه حقيقيه ومشاركه شعبيه حقيقيه، وخلاص ان الاوان ان احنا نتحرك وننزل نروح للصندوق ومظاهر الانتخابات تليق بمصر بقى. يعني مش عايز نفكر كل واحد في نفسه بقى ويفكر في جمهوريه مصر العربيه شكلها امام العالم اللي اصبح صغير جدا، وكل مواطن في أي دولة في جنوب إفريقيا تحت خالص وفي شمال كندا شايف مصر وباصص على مصر لأهمية مكانتها من الشرق للغرب، إحنا بتشافين كويس. لابد شعب مصر العظيم ينزل الانتخابات، يروح للصناديق يعبر برأيه ويختار براحته، ما فيش أي ضغوط من أي نوع، في إشراف قضائي موجود، في استحقاق دستوري عظيم اسمه رئاسة جمهورية مصر العربية، ده دين في رقبتنا لمصر لابد أن نؤديه. يعني الحقيقة البيان اللي خرج من مجلس الامناء انا يعني شهادتي مجروحه في مجلس الامناء، لاني شفت المجهود بعينيا واشتغلت معاهم وشفت عدد الجلسات وشفت مئات
الافكار، مئات الالاف من الافكار تم جدولتها، وخليه نحل شغاله في الامانه الفنيه على مدار الساعه 24 ساعه شغالين. اطلب سيادتك اي حد في الامانه الفنيه الساعه 3 الصبح يبعتوا لك ورق، تكلم حد الساعه 4 يبعت لك ورق. يعني الحقيقه المجهود اللي اتعمل للحوار الوطني، احنا يعني بجد بنتشرف ان في جمهوريه مصر العربيه هذا النموذج المحترم للديمقراطيه المفتوحه الشفافيه الشريفه. وبعدين بقى اكتشفنا حاجه يا يوسف بيه، بجد والله والله بجد، المعارضه المصريه معارضه رائعه، المعارضه المصريه لا يعنيها غير مصلحه مصر، كان بس فيه وجهات نظر بعيده مش اكتر مش اكتر. والناس اللي بيسموهم الولاء من الموالاه، هو مش موالاه، هو واحد عنده اعتقاد وداعم للحكومه، وهذا الدعم هيقوم الحكومه، هو صحيح. المعارضه عندها اعتقاد انها لما تظهر مشاكل في المجتمع الحكومه هتاخد بلاء، هذا ايضا صحيح. اذا مفيش مشكله، كلنا مصريين. ما هو سياده النائب حضرتك راجل عندك حياه حزبيه طويله، وعارف اكتر من ناس كتير واكتر مني انه في النهايه دي طبيعه العمل السياسي، موالاه اليوم معارضه الغد والعكس صحيح. المحافظين والعمال بيتبادلوا الأدوار على حسب الثقل الانتخابي اللي يؤدي لتشكيل الحكومة. فالنهاردة وإحنا بنتكلم حزب العمال البريطاني معارضة، لو إنه تشكلت الحكومة من حزب العمال أصبح العمال هو اللي مولاه. صحيح، فده طبيعي. صحيح. إحنا بس في مصر ما تعودناش على كده. أدي كل عندك القصة. عندك حق. لأول مرة يعني كلنا نحترم الرأي الآخر صراحة. الحوار الوطني كانت المكان او الوعاء اللي جمع فعلا كل ده. احنا كلنا كنا بنتكلم، بقول لسيادتك الواحد كان بيتكلم بشفافيه وبيسمع كلام ما كانش يتخيل انه ممكن يسمعه. بقول لحضرتك ما فيش خطوط للدرجه دي، كنا قاعدين بنسمع افكار وبنسمع كلام سياسي كان او اقتصادي او حريه اقتصاديه او خلاف، مش كله يعني كلام في السياسه فقط، لا طبعا. حتى الحقيقه في يعني الاقتصاد وفي الثقافه وفي الهويه وفي المجتمع الى اخره. يعني سيادتك الافكار اللي طلعت بشكل صريح وواضح في المحور الاقتصادي بالتحديد مثلا، يعني والاستجابه الحكومه السريعه ليها، والمجلس الاعلى الحقيقه للاستثمار بقياده السيد الرئيس لما اصدروا ال 22 قانون في قرار في ثانيه، قضى على البيروقراطيه في لحظه اللي كنا بنعاني منها بقالها سنوات وسنوات. هو ده الحوار الوطني، هو ده لما الناس قاعده على طاوله واحده تكلمت بصدق قالت مصلحه الوطن، هي سياده الرئيس وعد انه هينفذ، نفذت الكلام ومستمرين في ذلك. المؤتمر بتاع بني سويف، وانا الحقيقه يعني الحمد لله كان ليا الشرف ان انا اكون مع الناس اللي راحت بني سويف، خدت بالها ونزلنا، انا ما لفتش نظري غير حاجتين عشان سيادتك تكون عارف. الالتفاف الشعب حوالين القياده السياسيه كان مش طبيعي، يعني غير العادي، على مدار 60 كيلو على كل مدخل قريه او مدخل عزبه، او انا مش عايز اقول لك اسامي العزب اللي كانت واقفه، تلاقي الناس واقفه بعفويه شديده جدا، واقفه في استقبال للقياده السياسيه. ده برضو من دل ان المواطن المصري حتى في ابعد الاماكن حاسس بيك، ولما انت بتحس بيه هو بيحس بيك. طبعا قرارات طبعا اللي اصدرها السيد الرئيس لازم يعني نقول الف شكر عليها، لانها قررت في وقت حاسم وحرج جدا، اقتصاد عالمي منهار، ارتفاع اسعار غير مسبوقه في الكره الارضيه، وطبعا في مصر ما فيش شكل ان احنا بنستورد الازمه دي بصراحه، اللي احنا معظم منتجاتنا بنجيبها من بره، وبالتالي الدولار بيغلى علينا، وبالتالي الحلقه المفرغه اللي احنا بنحاول ننميها بالانتاج، وعايزين نشجع الناس بقى انها تنضم للمبادرات زي ابدا مثلا، يبدا توطين الصناعه المصريه. معاك 100%، معاك 100%. هذه المبادره يعني احنا كنا فين من زمان الكلام ده؟ دي المبادره الرئاسيه. طب المبادره الرئاسيه يعني لابد ان وزاره الاستثمار تلتف وتاخدها، وزاره الصناعه بسرعه تاخدها وتعممها. يعني المبادره دي نزلت للكفور والنجوع وطلعت شباب مصر الخريجين، صحيح، فتحت لهم مجالات عمل، لا في بيروقراطيه بقى، استلم ورشتك واستلم مصنعك واستلم وعايز ايه، عايز مواد خام يدوله وبعدين يشتروا منه الانتاج للحكومه، ما الحكومه كده كده بتشتري، فلما اشتري من ولاد بلدي اللي هم لسه بيمدوا ايديهم بالتصنيع هم اولى، لابد ان يكون هناك اولويه لشراء المنتج المصري من الحكومه في الاول. خدت بال سيادتك؟ صح. وده اللي حصل مع ابدا على هذا النموذج الرائع. طب نكبره، نفذه اكتر. الحقيقه الحوار الوطني ورانا حاجات كتير وتعلمنا منه كتير، وانا واحد من الناس بشكل مطلق على الهوى انا اتعلمت في الحوار الوطني اكتر بكتير ما كنت اتخيل، لان انا راجل متخصص في الاداره ومتخصص في الاقتصاد، افهم فيهم كويس جدا، ودرت مؤسسات كامله كبيره صحيح. جدا، ودرست في الجامعه وما عنديش مشكله، انما في مناحي اخرى كانت بعيد عني، في محاور ما كنتش يعني واخد بالي من حجمها. ودي من ضمن الميزات بتاعت الحوار الحقيقه. انا عايز اشكرك جدا اولا سياده النائب، كل الشكر لسياده النائب الدكتور ايمن محسب، عضو لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب ومقرر لجنه اولويات الاستثمار بالحوار الوطني.